أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع موضوع مهم لكي يهمنا جميع صغار وكبار، وهذا الموضوع لكي يخلف لنا مجموعة من الآثار الوخيمة في المجتمع ديالنا، وهو حوادث السير. حوادث السير اللي كتخلف لنا فآلاف الضحايا كل سنة ما بين قتيل وجريح. زيادة على هذا أن هذه الحوادث كتخلف لنا أوضاع اجتماعية مزرية، خاصة الوقت فاش كيكون المعيل الوحيد ديال الأسرة كيموت في هذه الحادثة السير، وكتبقى الأرامل وكذلك الأيتام وجها لوجه مع مصاعب الحياة والظروف الحياة الصعبة. إضافة إلى هذا أن هذه النتائج اللي كترتب على حوادث السير هي أيضا كتوصل حتى لوليداتنا لكي يتعرضوا للضياع والتشرد، وأكثر من هذا الشيء إلى الانحراف. وباش نقربكم أكثر من هذا الموضوع غادي تشوفوا معنا الآن هاد الصور اللي غادي يظهروا أمامنا على الشاشة. إذا الآن شوفوا الصور ديالنا. إذا كما كتشوفوا معايا في هاد الصورة الأولى، أش كتلاحظوا في هاد الصورة الأولى؟ نشوفوا حبيبة، تنشوفوا سيارة فوق سيارة، سيارة فوق سيارة، جيد. شكون عندها شي إضافة أخرى حكيمة؟ هاد تهور، تهور ديال السائقين، بمعنى ان هاد السائقين ما احترموش قانون السير، ما احترموش، والتهور ديالهم هو اللي وصلهم لهكا. جيد، كان العامل الاول اللي هو تهور. احسنتي، نشوفوا مالك اش غادي تقول لنا. داك الشيء ما كيحترموش قانون السير. جيد، احسنتي، هي بمعنى ما احترموش قانون السير، وما احترموش كذلك السرعه المحدده في الطرقات ديالنا. الى جبل هاد الناس، هاد سيدي سايق هاد السيارة والسيارة فوق السيارة، إلا جاب له احترم السرعة المحددة واحترم القانون، ما غاديش يوقع في هاد الشيء الآن اللي كنشوفوه في هاد الصورة. دابا نشوفوا الصورة الموالية اللي غادي تظهر الآن أمامنا على الشاشة، اللي هي هذه. تفضلي حليمة، قولي لنا أش كتشوفي في هاد الصورة. حتى تيقول بركة بركة كفى من هاد الشيء ديال الحوادث السير. تبارك الله عليك، بمعنى أن حوادث السير كثيرة كثيرة في بلادنا. كل نهار كنسمعوا أن هناك حوادث السير، كل نهار كنسمعوا أن هناك ضحايا. كفى بركة من حوادث السير. شكون عندها شي إضافة؟ تفضلي حكيمة. يعني كيقول لك بركة من هذا الشيء، يعني خصنا نحترموا القانون السير، يعني بركة راه بزاف كيمشي ديال الناس اللي كيمشيو ضحايا مساكن. جيد، تبارك الله عليك حكيمة. الآن نشوفوا صورة أخرى اللي غادي تظهر أمامنا على الشاشة، اللي هي هذه. اذا نشوفوا ملكه. ملكه اش كيبان لك في هذه الصوره؟ هذا كيبان لي جوج طوبيسات تلاقاو، حادثه خطيره، جوج ديال الحافلات تلاقاو بيناتهم. كما قلنا، اما هذا الشيء كيشجع عليه شنو؟ التهور، اما السرعه، اما السرعه المفرطه. كاين شي اضافه؟ واما العيا، الانسان اللي تيكون عي، او ربما يكون شي فرسه وشي حتى تيبقى يدابز معاه وتيعمر الطوبيس، يعني كيهز واحد الكميه اكثر من القياس، وكيتمو غاديين تيدابزوا مع الشيفور، والشيفور حتى هو ما كيحترمش بعض المرات. يعني ما خاصناش نهضروا اصلا مع الشيفور نكون سايق. تبارك الله عليك حكيمه. من هنا كنعرفوا ان حوادث السير اللي كتوقع لينا وكنشوفوها كل يوم راه فيها مجموعه من العوامل هي اللي كتسبب فيها. كاين عنصر البشري كما قالت لنا حكيمه، بنادم هو اللي سبب التهور ديالو، اما العياء، اما النسيان، اما الخصومه في الحافلات ديالنا. وكاين العنصر كذلك ديال وسيله النقل، العنصر الميكانيكي ديال وسيله النقل. الانسان كيركب في السياره ديالو ما كيراقبهاش الى اخره. هذا الشيء غادي نتعرفوا عليه. كاين عنصر اخر اللي هو عنصر ديال الشوارع، هذا الشيء غادي نعرفوا عليه ان شاء الله الوقت فاش غادي نقراوا النص ديالنا. ودابا غادي نشوفوا النص ديالنا اللي غادي يظهر على الشاشه، اللي هو هذا. إذا العنوان ديالنا هو هذا، حوادث السير. إذا غادي نقرا النص على بركة الله، غادي تتبعوا معايا. تخلف حوادث السير ببلادنا كل سنة للأسف الشديد آلاف الضحايا ما بين قتيل ومعطوب وجريح، ناهيك عما يترتب عنها من مآسي اجتماعية فادحة. فكم من طموح يجهض، وكم من امرأة ترمل، وكم من طفل ييتم. يتداخل في وقوع حوادث السير ما هو بشري بالدرجة الأولى، بما هو ميكانيكي يتعلق بوسيلة النقل ذاتها، وبما يتعلق بحالة الطريق. فليكن شعارنا الدائم كفى من حوادث السير،
وليتحمل كل واحد منا مسؤوليته في الحد منها، وذلك بالتزامنا بقانون السير وبتربية المواطنين على احترامه، سواء كنا سائقين أو راكبين أو راجلين. إذن هذا هو النص ديالنا. كما شفتوا معنا النص ديالنا كيتكلم على حوادث السير، واللي غادي نطلب الآن من حبيبة تقرأ لنا الفقرة الأولى واللي غادي يظهر الآن أمامنا على الشاشة اللي هي هذه. تفضلي حبيبة. تخلف حوادث السير ببلادنا كل سنة للأسف الشديد، للأسف الشديد آلاف الضحايا، ما بين قتيل ومعطوب وجريح. انتبهي. وجريح. ايه. ناهيك عن ما يترتب عنها من مآسي اجتماعية. من مآسي اجتماعية فادحة. كفى. انتبهي. كم من وخا حبيبة انتبهي. عودي. لا. فكم من طموح يجهض. انتبهي معايا هنا حبيبة. عندنا واحد العلامة هنا في الاخر ديال هذه الجملة، اش كتعني هذه العلامة؟ نسيتيها؟ مشات لي. واخا نشوفوا حكيمة شنو هي هذه العلامة حكيمة؟ تعجب. علامة التعجب. إذا كيفاش غادي نقراو هذه الجملة حبيبة؟ عاوديها. فكم من طموح يجهض. مزيان يلا استمري. وكم من امرأة. وكم من امرأة ترمل. وكم من طفل ييتم. تبارك الله عليك. إذا اش كتلاحظوا في القراءة ديال الزميلة ديالكم حبيبة؟ نشوفوا حكيمة اش غتقول لنا؟ قرات درت همزة قطع. إيه فين درتها؟ اش من جملة؟ اش من كلمة؟ في بالضبط اش من كلمة بالضبط؟ عندك الحق، أنا سمعت عندها درت هذا الخطأ في هذه الكلمة، ولكن شنو هي الكلمة؟ مآسي اجتماعية. تبارك الله عليك، جيد. هذا هو الخطأ اللي دارته الحبيبة واللي غادي نشوفوه الآن على الشاشة. قرات همزة وصل، قراتها بهمزة قطع. إيه، وخصك تعرفي حبيبة أن هذيك همزة وصل راه ما كنقراوهاش، وكنقراو من مآس اجتماعية. كنقولوا اجتماعية. عاوديها حبيبة. من مآس اجتماعية. 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 يلا قريها، هي الكلمة واضحة عندنا في تحت الفقرة. من مآس اجتماعية. ما كنقولوش اجتماعية. ما عندناش همزة قطع نهائيا. كنقولوا اجتماعية. اجتماعية. مزيان تبارك الله عليك. ودابا غادي نمروا الفقرة الموالية اللي غادي تقراها لنا حليمة. تفضلي حليمة قرا لنا هذه الفقرة اللي كتظهر الآن أمامنا على الشاشة. تفضلي. يتداخل في وقوع حوادث السير ما هو بشري. انتبهي عودي. ما هو بشري. ايه. بدرجة. انتبهي عندنا الشمسية كيفاش غادي نقولوا؟ بدرجة أولى بما هو من ميكانيكي. أيه. يتعلق بوسيلة. انتبهي عودي. بوسيلة النقل ذاتها وبما يتعلق بحالات طريقي.
اش كتلاحظوا في القراءه ديال الزميله ديالكم؟ نشوفوا مليكه، تفضلي مليكه، عندك شي ملاحظه على القراءه ديال الزميله ديالك؟ نعم، عندها واحد الخطا في ذاتها، قراتها ذاتها. احسنتي، جيد، انتبهي، هذا دائما كنوقعوا في هذا الخطا، راه حرف الدال ماشي هو حرف الدال، واضحه؟ قريتيها بدال مهمله، واللي غادي نشوفوها الان على الشاشه، هذه كنقراوها ذاتها، ذاتها، عاوديها حليمة؟ ذاتها. عاوديها مزيان؟ ذاتها. مزيان، وما كنقراوهاش ذاتها. صافي واضحة؟ تبارك الله عليك، الآن غادي نمروا عند ملكة تقرانينا الفقرة الموالية، واللي غادي تظهر الآن أمامنا على الشاشة. فليكن شعارنا الدائم كفى من حوادث السير. جيد، تبارك الله عليك ملكة، وغادي نمشيو الآن عند حكيمة تقرانينا الفقرة الموالية، واللي غادي تظهر الآن أمامنا على الشاشة. هذه هي الفقرة الأخيرة، تفضلي حكيمة قرانينا هذه الفقرة. وليتحمل كل واحد منا مسؤولياته في الحد منها، وذلك بالتزامنا بالقانون. انتبهي. بالقانون. نشوفوا ملكة، بالتزامنا بقانون السير، وبتربية المواطنين. إيه؟ على احترام سواء على احترامه سواء كنا سائقين سائقين أو راكبين أو راجلين. تبارك الله عليك، جيد. إذا الآن من بعد فاش قرينا هذا النص ديالنا، غادي نعاودوا نديروا قراءة أخرى النص ديالنا اللي غادي يظهر الفقرة الأولى على الشاشة، وغادي نتعرفوا على المفردات ولا الكلمات اللي ما مفهوماش عندنا. إذا نقولوا الملكة تقرانينا الفقرة الأولى، تفضلي ملكة قرانينا هذه الفقرة. تخلف حوادث السير ببلادنا كل سنة للأسف الشديد للأسف الشديد آلاف الضحايا، ما بين قتيل ومعضوب وجريح، ناهك عما يترتب عنها من مآس اجتماعية فادحة. فكم من طموح يجهض، وكم من امرأة تترمل. انتبهي، شوية علينا، كل حرف سنعطيه حقه وما نتسرعوش، راه إلا كنتسرعوا كنوقعوا في الأخطاء. كذلك الناس اللي سايقين السيارات ديالهم وهو في السياقة هو كيسرع، راه ضروري يوقع في حادثة سير. صافي ملكة، يلا تفضلي. وكم من امرأة ترمل، وكم من طفل ييتم. جيد، تبارك الله عليك. إذا شنا هي العبارة ولا الكلمة اللي ما فهمتوهاش في هذا النص؟ نشوفوا مع حكيمة، واش كاينه شي كلمة ولا شي عبارة ما فهمتيهاش في هذه الفقرة الأولى ديال النص ديالنا؟ أن تخلف حوادث السير. نعم، طموح يجهض. من طموح يجهض. شكون غادي تشرح لنا هذه العبارة؟ شكون يمكن لها لنا تشرح لنا هذه العبارة؟ طموح، اش كنقصدوا أولا بطموح حبيبة؟ الطموح هو الانسان اللي تيكون تيتمنى شي حوايج يديرهم في حياته ويعيشهم في حياته. عنده طموح، تنقولوا عنده طموح كبيره. والطموحات ديالكم احنا في هذا؟ احنا الطموح ديالنا هي نتعلموا نقراوا ونتعلموا نكتبوا ونتعلموا اي حاجه تتعلق بالقرايه، وبهذا تنطمحوا نتعلموها ان شاء الله باذن الله. جيد، تبارك الله عليك. هي وكلمه يجهض اش كنقصدوا بها حليمه؟ يجهض بحال شي حاجه تتجهضها، ما تتبقاش تتجهد، ما تبقاش شادها مزيان، صافي تضيع لك ولا شي. واخا نشوفوا حكيمه بغات تقول لنا شي حاجه. بحال المراه اللي كتكون حامله وتتجهد ذاك الطفل ديالها. وهذه العمليه راه ما مزياناش. ما مزياناش.
بحال هكاك يعني الطموح ديالنا كتطيح يعني تتجهد يعني الطموح ديالنا كتطيح بسبب حادثه السير. الطموحات ديالنا كلها كتطيح كلها كتمشي يعني ما كتبقاش الطموحات ديالنا ساريه مفعول ديالها كل شيء الانسان داك الشيء كيتمنى كيمشي ليه في هذيك الحادثه ديال السير. تبارك الله عليك. وهي اللي غادي نشوفوا الشرح ديالها على الشاشه اللي كيبان لنا الان على الشاشه اللي هو هذا طموح يجهض آمال وطموحات تقتل ولا تحقق. إذن عودي حبيبة قرنينا هذا الشرح. طموح يجهض آمال وطموحات تقتل ولا تحقق جيد تبارك الله عليك. عودي حكيمة قرنينا هذا الشرح. طموح يجهض آمال آمال وطموحات تقتل ولا تحقق. جيد تبارك الله عليك حكيمة. بقات لنا شي كلمة ولا شي عبارة في هذه الفقرة ديالنا ولا نمروا الفقرة الموالية؟ ما باقي شي حاجة حكيمة؟ بقى ترملوا شكون غادي يشرح هذه العبارة وهذه الكلمة للزميلة ديالكم حكيمة؟ نشوفوا حبيبة. ترملوا تنقولوا المرأة اللي تيموت راجلها. المرأة اللي كيموت راجلها أو اللي مات راجلها. جيد تبارك الله عليك. وهي الآن اللي غادي نشوفوا الشرح ديالها على الشاشة اللي غادي نشوفوا الآن كنقولوا ترملوا المرأة التي توفي عنها زوجها. تفضلي ملكة قرنينا هذه العبارة. ترملوا المرأة التي توفي زوجها. توفي عنها زوجها. جيد تبارك الله عليكم. ودابا غادي نمروا الفقرة الموالية واللي غادي تقراها لنا حليمة. تفضلي حليمة قرا لنا هذه الفقرة الثانية. يتداخل في وقوع حوادث السير ما هو بشري للدرجة أولى بما هو كنقولوا الأولى أولى بما هو من ميكي عودي ميكانيكي يتعلق بوسيلة النقل ذاتها وبما ذاتها وبما يتعلق بحالات الطريق بحالات الطريق ماشي بحالة الطريق. جيد تبارك الله عليك حليمة. واش كاينه شي عبارة ما فهمتوهاش في هذه الفقرة الثانية؟ نشوفوا ملكة. وقوع في وقوع في وقوعي حوادث السير. شكون تصحينا هذه الكلمة في وقوع حوادث السير؟ نشوفوا حكيمة. متى توقع لك سيدة؟ نعم يعني متى توقع الحادثة؟ هي الوقت فاش كتوقع؟ الوقت اللي كتوقع فيه الحادثة. جيد تبارك الله عليك. إذا وقوع حوادث السير اللي غادي نشوفوا الشرح ديالها على الشاشة وحدوث حوادث السير. إذا قريها حكيمة. وقوع حوادث السير حوادث السير ما كنقولوش حوادث حوادث هي السيري هي شنو هو الشرح ديالها؟ حدوث حوادث السير. جيد حكيمة. إذا الآن واش بقات لنا شي كلمة في هذه العبارة في هذه الفقرة ولا شي عبارة ما فهمتوهاش حبيبة؟ مزيان. ودابا غادي نمروا الفقرة الموالية اللي غادي تظهر أمامنا على الشاشة اللي هي هذه. تفضلي حليمة قرنينا هذه الفقرة. فليكن شعارنا شعارنا الدائم كفى من حوادث السير. جيد تبارك الله عليك. واش كاين هنا شي كلمة ولا شي عبارة ما فهمتوهاش في هذه الفقرة؟ نشوفوا ملكة. كفى إذا كلمة كفى هي اللي غادي نبينوها الآن باللون الأحمر. شكون غتشرح لنا هذه الكلمة كفى؟ وسبق لنا شفناها في الصور السابقة اللي بدينا بهم الدرس ديالنا اليوم. نشوفوا حكيمة اش غتقول لنا. يعني بركة جيد من حوادث السير. أحسنتي جيد تبارك الله عليك حكيمة. ودابا غادي نمروا للفقرة الأخيرة
اللي غادي نشوفوها الان على الشاشه ديالنا اللي هي هذه. تفضلي ملكه قرانينا هذه الفقره الاخيره. فليتحمل، انتبهي، وليتحمل كل واحد منا مسؤولياته، انتبهي، مسؤولياته، مسؤوليته في الحد منها، وذلك بالتزامنا بقانون السير وبتربية المواطنين على احترامه، سواء كنا سائقين أو راكبين أو راجلين. سواء كنا سائقين أو راكبين أو راجلين. جيد، تبارك الله عليك. واش كاينه شي كلمة ولا شي عبارة ما فهمتوهاش في هذه الفقرة الأخيرة ديال النص ديالنا؟ كاينه شي كلمة؟ نشوفوا حبيبة اش غتقول لنا. فهمت أنا أستاذ، وليتحمل. كلمة وليتحمل. إذا اش كنقصدوا بكلمة وليتحمل حكيمة؟ يعني كل واحد فينا خاصو يتحمل المسؤولية ديالو، ما خاصش يحترم القانون السير، يحترم يعني حتى الراجلين، يعني خاصو ماشي ما خاصوش يحترم، خاصو ماشي ما خاصو يحترم، خاصو يحترم القانون السير لا الراجلين ولا السائقين. جيد ولا جيد حكيمة، بمعنى وليتحمل، خاص كل واحد منا يبذل الجهد ديالو، بمعنى كل الطاقة ديالو باش يحترم هذا القانون ديال السير. تبارك الله عليك. واللي غادي نلولو هذه الكلمه الان بالاحمر كما كنشوفوا في النص ديالنا. اذا كما كنقولوا وليتحمل، بمعنى يبذل الجهد ديالو باش يحترم قانون السير. تبارك الله عليكم. كاين شي كلمه اخرى ولا صافي يكون شي فهمتوا النص ديالنا؟ تبارك الله عليكم. اذا من بعد ما قرينا النص ديالنا وشرحنا العبارات والكلمات الوارده في النص، غادي نمشيو الان نشوفوا المضمون ديال النص، واللي بغيناكم هذا النص تحاوروا فيه بيناتكم، كل وحده تلقي السؤال على الصديقه ديالها حول مضمون ديال النص. اذا شكون غادي يبقى، شكون غادي يبدا لينا؟ نشوفوا مليكه. حكيمه، بغيت نسولك اش كتخلف لنا حوادث السيئه؟ تخلف لنا بزاف الضحايا، منهم القتلى، المعطوبين، جرحى، ارامل، يتامى. جيد، تبارك الله عليك، بارك الله عليك حكيمة. إذا هذه هي المسائل والنتائج كتجي من وراء حوادث السير. تبارك الله عليك. نشوفوا حبيبة واش عندها شي سؤال. تفضلي حبيبة. حكيمة، بغيت نسولك، السائق عرفنا المسؤولية ديالو، خصو يحترمهم، وخصو اللي تيركب معاه شنو حتى هو الدور ديالو؟ يتحمل المسؤولية ديالو، ما يهضرش مع الشيفر، ما يكون سايق، ما يهضرش، ما ينوش، ما يكونش راوج بزاف، ما يكونش صداع، باش هذاك السائق تيكون سائق على خاطره، بمعنى ان حتى الراكب حتى هو خصو يحترم القانون ديال يحترم السائق، ما يشوش عليه، ما يشوش عليه. واخا شي اضافه اخرى؟ سؤال وجيه، سؤال مزيان حبيبه. شي اضافه اخرى حكيمه على هذا السؤال اللي طرحته حبيبه؟ ما خاصش الطوبيس يعمر بزاف، خاصو يزد القدر ديالو، حتى داك بزاف تيعمر راه خطر. جيد، نشوفوا شي اضافه اليك هنا عند مليكه. خاصنا السائقين يحترموا القانون، ما يتكلموش في التليفون. أيه، هذا بالنسبه للسائق. بالنسبه للسائق ما يصوبش الا كان عيان، ما يصوبش الا بالنسبه يحترم اشارات الضوء، اي حاجه متعلقه بالسائق خص يحترمها. مزيان، اما بالنسبه للراكب؟ الراكب حتى هو خص يحترم، يدير الحزام السلامه. جيد، تبارك الله عليك، وهذه اللي بغينا نركزوا عليها، خاصه حزام السلامه خصنا نركزوا عليه، لان واحد العدد ديال الركاب كيركبوا في السيارات ديالهم بجانب السائق وكيسحب ان حزام السلامه شي حاجه بسيطه جدا، في حين انه فعلا هو حزام السلامه شحال ديال الناس لقضوهم من حوادث سير اللي هي خطيره جدا وخرجوا منها بسلامه. اذا وكنتمناو السلامه للجميع. تبارك الله عليكم. اذا هذه هي مجمل الافكار، مجمل المواضيع الوارده في هذا النص ديالنا، واللي غادي نشوفوا مسائل اخرى في الحلقات المقبله باذن الله تعالى. وقبل ما ننهيو هذه الحصه غادي نكلفكم الان بواحد الواجب المنزلي اللي غادي يظهر امامنا على الشاشه. الواجب ديالنا الان اللي غادي نشوفوا على الشاشه واللي غادي تنجزوه في البيوت ديالكم بطبيعه الحال في نهايه هذه الحلقه، اللي هو هذا. اذا غادي نقرا هذا الواجب. اسهم في الحد من حوادث السير ب احترام السرعة المحددة، التجاوز عند الخط المتصل، استعمال الخوذة عند سياقة الدراجة، بتربية أطفال على احترام إشارات المرور،
السياقة في حالة عياء، استعمال حزام السلامة، تطبيق القانون خوفا من شروطي المرور. اللي مطلوب منكم في هذا التمرين هو أنكم تقرأوا هذه الجمل مزيان، وكل جملة كتشوفوها ولا كل عبارة كتشوفوها كتساهم فعلا في الحد من حوادث السير، نديروا عليها دائرة. وفي الحصة المقبلة إن شاء الله غادي نصحوا هذا الواجب. وبهذا أخواتي إخواني وصلنا لنهاية الحصة ديال مادة القراءة والكتابة في هذه الحلقة، وغادي نخليكم الآن مع مادة القرآن الكريم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نبداو الحصة ديال اليوم في مادة القرآن الكريم بتصحيح الواجب اللي كنت كلفتكم به في الحلقة الفايتة، ونتمنى أنكم تكونوا أنجزتوه. إذا نشوفوا الحاضرات واش استطاعوا فعلا نجزوا الواجبات. مزيان حليمة حفظة عام. نعم مزيان زهرة، مزيان نعم تبارك الله عليكم. إذا الخط ديالكم دا كيتحسن. إذا الآن من بعد ما شفنا الواجبات غادي ندوزو باش غادي نجزو جميع هذوك الواجبات اللي كنت كلفتكم بهم في الحلقة الفايتة، وينجزوهم معنا كذلك السادة المشاهدين والمشاهدات. انتبهوا معايا للشاشة، شنو كان المطلوب منكم في هذه الواجبات حبيبة؟ كان عندنا الآيات مرتبين وكخصنا نحطوا نرتبوا المعنى ديالهم، المعاني ديالهم. إذا عندنا الآيات وشنو خصنا نحطوا قدام كل آية؟ المعنى ديالها. المعنى ديالها، بارك الله فيك. جيد، يلا حبيبة قرأي لنا الآية الأولى وقولي لنا المعنى اللي كيناسبها. فذكر إنما أنت مذكر. فذكر إنما أنت مذكر. يلا عيدي. فذكر إنما أنت مذكر. زيان فاعظهم يا محمد. تكملي مازال ما كملتيش الجملة. فاعظهم يا محمد. إنما أنت واعظ مر مرسل. انتبهي حرف السين هذا كل حرف الشين. مرشد. جيد مرشد مزيان. إننا نكتبوها في المكان المخصص لها. يلا حكيمة الآية الثانية. إلا من تولى وكفر. يلا أعطينا المعنى. إلا من أعرض عن وعظي وتذكيري. مزيان. وكفر بالله. تكملي جملة. وكفر بالله تعالى. مزيان. إذن هي المعنى اللي كيناسب هذه الآية. يلا ملكة تفضلي. إن إلينا إيابهم، إن إلى الله وحده رجوعهم بعد الموت. إن إلى الله وحده رجوعهم. ركزي مزيان ملكة. رجوعهم بعد الموت. بعد الموت، جيد. وهو المعنى اللي كيناسب الآية الأخيرة. ندوزوا الآن للواجب الثاني. انتبهوا معايا وانتبهوا معايا كذلك السادة المشاهدين والمشاهدات. إذا نشوفوا الواجب الثاني، شنو كان المطلوب منكم في هذا الواجب حليمة؟ نرتبوا الآيات باش تجينا كيف ما شفناها في صورة. شنو صورة؟ صورة الفجر. لا غاشية. مزيان. إذن يلا أعطينا الآية الأولى حليمة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. جيد. إذن هذه هي الآية الأولى عندنا في هذا التمرين، وهي الآية 17. غادي نكتبوها في المكان ديالها. مزيان. ندوزو الآن الملكة. يلا أعطينا الآية 18. وإلى السماء كيف رفعت. بارك الله فيك. مزيان. إذن هي الآية 18. مزيان.
يلا حكيمة. وإلى الجبال كيف نصبت. حسن، هي الآية 19 حبيبة. وإلى الأرض كيف سطحت. مزيان، إذن بهذا نكون استطعنا نجزو هاد الجوج ديال الواجبات، وكيبان لي تبارك الله عليكم راكم بديتوا كتحفظوا هاد الجزء من هاد الصورة الكريمة. إذا الآن من بعد ما نجزنا هاد الجوج ديال الواجبات غادي ندوزو باش نقراو القراءة الصحيحة ديال الجوج ديال الكلمات. الكلمة الأولى هي نصيبات، والكلمة الثانية هي بمسيطر. بمسيطر، نصيبات بمسيطر. انتبهوا معايا، غادي نطلب من حبيبة باش تقرا لي الآية 19. وإلى الجبال كيف نصبت. مزيان، نصيبات. نصيبات، عاودي حليمة. نصيبات. مزيان، ملكة. نصيبات. مزيان، حكيمة. نصيبات. نصيبات، إذا كنقراوها هكا نصيبات. انتبهوا معايا الشاشة، نصيبات. هذا الحرف ديال الصا فين كنبغيو ننطقوه كنطقوه مفخم وقوي وكنرفعوا به الصوت ديالنا باش كيبان مزيان. نصيبات كنقراوه نصيبات، وكنقراوه بهذه الطريقه هذه. وكنقول لكم خصكم تردوا بالكم لا يمشي يختلط لكم مع حرف السين، لان عندهم مخرج واحد، فكنقراوه هو نصيبات. والا اختلط لكم بحرف السين راه يقدر يتبدل المعنى ديال الايه، ولهذا خصكم تخرجوه من المخرج ديالو، فكنقراوه نصيبات. عاودي ملكه. نصيبات. مره اخرى حليمه. نصيبات. جيد، ندوزو الكلمه الثانيه واللي هي بمسيطر. بمسيطر، ملكه قري لنا الايه. لست عليهم بمسيطر. جيد، لست عليهم بمسيطر، حتى هي نفس القاعدة اللي غادي نشوفوا، اللي هي الطريقة ديال النطق ديال الحرف الصاد. إذا كيف ما كتشوفوا معايا، بمسيطر كنقراوها بمسيطر. يلا حبيبة. بمسيطر. مزيان، حليمة. بمسيطر. جيد، ملكة. بمسيطر. بمسيطر، حكيمة. بمسيطر. إذا نفس الكلام اللي قلت لكم قبل قليل، الحرف ديال الصاد فين نكونوا كنخرجوه من المخرج ديالو خصنا نخرجوه يكون قوي وكيبان ونفخموه مزيان، لانه هو حرف السين كيخرجوا من نفس المخرج، والا ما بيناهش وقرينا الايه ودرنا الصاد سين قدر يتبدل المعنى، ولهذا خصكم تردوا بالكم لهذه القاعده اللي هي الطريقه ديال النطق ديال حرف الصاد. فكنقراو بحال هذه الكلمه بمسيطر. اذا الان من بعد ما شفنا طريقة ديال قراءة جوج ديال الكلمات في هذه الصورة الكريمة، غادي ندوزو الآن وغادي نطلب من حكيمة باش تقرا لي الجزء الأول من هذا الجزء اللي كنشتغلوا عليه من صورة الغاشية. يلا تفضلي حكيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون. تبيه تبيه، أسبقنا شفنا في واحد القاعدة قديمة طريقة ديال النطق ديال حرف الضاد. يلا، أفلا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. بارك الله فيك، يلا كملي حبيبة. لست عليهم بمسيطر إلا بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب. إلا من تولى وكفر. نعم. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم
ثم إن علينا حسابهم. عاود يقرأ علينا غير ما طبيعي هذاك. عاود ما تمديش بزاف. ثم إن علينا حسابهم. بارك الله فيكم. إذا كيبان لي تبارك الله عليكم راكم استطعتوا تقراوا هذا الجزء قراءة طيبة. الآن غادي ندوزوا باش ندوزوا جميع واحد التمرين حنا والسادة المشاهدين والمشاهدات باش نشوفوا شنو استفدنا من هذه الآيات البينات. انتبهوا معايا الشاشة. وأتبع موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوقات الله العظيمة أتفكر وأتأمل في لأفوز برضا الله تعالى. مطلوب منكم ومن السادة المشاهدين والمشاهدات باش ترتبوا هذه الجمل باش تعطينا واحد الفقرة صغيرة ذات معنى مهم عندنا في سورة الغاشية. يلا غادي نطلب من مليكة باش تعطيني الجملة الأولى. أتفكر وأتأمل في مخلوقات الله. في قرأ لنا جملة واحدة مليكة. أتفكر وأتأمل في. أتفكر وأتأمل في. في إذا هذه الجملة الأولى مزيان. غادي نكتبوها غادي ندوزو للحكيمة. عطينا الجملة الثانية. مخلوقات الله. مخلوقات الله. مخلوقات الله العظيمة. حسن إذا هي الجملة الثانية. يلا حبيبة الجملة الموالية. وأتبع موعظة موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم لأفوز برضا الله تعالى. حسن إذا قرأت لنا حبيبة كل شيء. لأفوز برضا الله تعالى مزيان. إذا إحنا استطعنا ننجزوا هذا التمرين هذا. غادي ندوزوا الآن وغادي نطلب من حليمة باش تستظهر لي الجزء الأول من سورة الغاشية. يلا تفضلي حليمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نالية ليس لهم طعام إلا من ليس لهم طعام إلا من طعام إلا من ضريع. عودها مرة أخرى. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع عندنا تمليه ولا يغني من جوع ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. بارك الله فيك حليمة تبارك الله عليك. يلا مليكة كملي لنا الجزء الثاني. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. بارك الله فيك مليكة تبارك الله عليك. يلا حبيبة الجزء الآخر. فذكر إنما أنت مذكر. شحال قلنا هذا المد فيه؟ في استطحار. يلا حبيبي. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
إلا من تولى وكفر. من تولى وكفر. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إنا إليه. انتبهي. إن إلينا إيابهم ثم إنا عليه. انتبهي. ثم إنا عليه. إنا علينا. ثم إنا عليه. لا ما عندناش المد. ثم إنا علينا. عليه. ثم إنا علينا حسابهم. بلاتي حبيبة. قرأي يا حكيمة. ثم إن علينا إيابهم حسابهم. مزيان يلا عاودي يا حبيبي. ثم إن علينا. لا مازال كديري الألف ما كديري المد. ثم إن علينا عيدي. ثم إن علينا. إن علينا. إن علينا حسابهم. بارك الله فيكم. الآن غادي نستمعوا جميع لهذه السورة المباركة بهذه القراءة الطيبة. إذا استمعوا معي جميع. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إذا مزيان من بعد ما استمعنا جميع هذه القراءة المباركة واستظهرتوا أنتم هذه الصورة الكريمة كيبان لي بأنكم فعلا استطعتوا تحفظوها. إذا بهذا نكون وصلنا لنهاية هذه الصورة هذه. تبارك الله عليكم حفظناها وقريناها وفهمناها. نتمنى على أن هذا الشيء اللي تعلمناه فيها نطبقوه في الحياة اليومية ديالنا. إذا بهذا نكون وصلنا لنهاية حصة مادة القرآن الكريم في هذه الحلقة. غادي نخليكم مع مادة الحساب. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم في حلقة اليوم من مادة الحساب اللي غادي نزيدوا نتدربوا فيها على إنجاز عملية القسمة. نبدأ أولا بتصحيح الواجب المنزلي. نشوف الإنجازات ديالكم. صحيح حبيبة حنان. كملي حنان. من كنحطو هنا ثلاثة، ثلاثة مضروبة في ثلاثة، ودير هنايا عملية الطرح، كملي العملية. جيد. مزيان. جيد. كيما مزيان، جيد، حافظة. جيد. جيد صحيح. إذا صحوا الواجب على الشاشة.
بل كان المطلوب منكم في هذا الواجب هو انكم تنجزوا هاد جوج ديال العمليات ديال القسمه. نبداو باول عمليه، تفضلي ملكه قريها وانجزيها لينا. 8 مقسومه على 8 تساوي 1. تساوي 1، جيد. الخارج هو 1، كملي. 1 مضروبه في 8 تساوي 8، جيد. 8 كانوا وضعوا 8 اللي حصلنا عليها في عملية الضرب، كانوا وضعوها في تحت 8 الأخرى، تحت 8 اللي هي المقسوم، جيد. وكان دير العملية نقيس 8 نقيس 8 تساوي 0، جيد، أحسنتي. إذن المقسوم هو 8 والمقسوم عليه 8 والخارج 1 والباقي 0. أحسنتي، ما شاء الله عليك. ندوزو العملية الثانية، غتقراها لنا حبيبة وتنجزها. تفضلي حبيبة. 9 مقسومة على 3. جيد. 9 مقسومة على 3 كم تساوي؟ 3، جيد. بمعنى 9 شحال فيها من 3؟ 3. 3، جيد. كملي. 3 نضربوها في 3. جيد. شحال تعطينا؟ تعطينا 9. تنديرها تحت المقسوم. جيد. تحت المقسوم. وتنديروا رمز ناقص، تنديروا سطر وتنديروا تساوي. جيد. 9 ناقص 9 0. تساوي 0، وهذه كذلك عملية قسمة مضبوطة، اللي بقى لنا الباقي فيها هو 0، جيد. إن كان هذا هو تصحيح الواجب اللي كنتمنى أن المشاهدات والمشاهدين كذلك يكونوا صحوه معنا. والآن غادي نزيدوا ندربوا على عملية القسمة بإنجاز عمليات أخرى اللي غتظهر أمامنا على الشاشة. إذا نبداو بالعملية الأولى، أتفضل تقراها لنا حكيمة، تفضلي. 6 مقسومة على 2. جيد، 6 مقسومة على 2، غادي تاخذوا الألواح ديالكم وتنجزوا هذه العملية بالطريقة اللي تعلمنا، تفضلوا. تفضلوا رفعوا الالواح. دان زهره ونعيمه درتوا العمليه بشكل افقي، كان عليكم تخرجوها هكا عموديا كيف ما هي موضوعه على الشاشه. حليمه 6 مقسومه على 2 خرجت لك غير 1، لما تنقولوا 6 مقسومه على 2 بمعنى 6 شحال فيها من 2؟ ما فيهاش غير 1، فيها اكثر. حنا غادي نصحوا الان وصحي معنا الخطا ديالك. كذلك حبيبه، التي 6 مقسومة على 2 تساوي 2، خطأ. إذا 6 ندوزو التصحيح باش تشوفوا الأخطاء ديالكم. باقي الأخوات مزيان، جيد. إذا حبيبة انتبهوا معايا، إذا ملي نقولوا 6 مقسومة على 2، انتبهي معايا حبيبة، 6 مقسومة على 2 بمعنى 6 شحال فيها من 2؟ شحال فيها من 2؟ شنو هو العدد اللي غادي نضربوه في 2 ويعطينا 6؟ العدد اللي غنضربوا في 3 ديال 2، جيد. هذا علاش قلنا قبل نحفظوا جدول الضرب باش يتسهل علينا القسمه. اذا العدد اللي غنضربوا في 2 ويعطينا 6 هو 3. هو 3. اذا 6 مقسومه على 2 تساوي 3. جيد، يلا كملي لنا حبيبه، شنو غنديروا من بعد؟ وتنضربوا 3 في 2. جيد، 3 مضروبه في 2 تساوي 6. 6 فين كنوضعوها؟ تحت المقسوم. تحت المقسوم، جيد. تنديروا رمز ناقص وتنديروا سطر وتنديروا تساوي وتنديروا الخارج. جيد. الباقي. الباقي تنديروا 6 ناقص 6 تساوي 0. نعقلوا دائما ملي كنقسموا عدد على عدد كنشوف شنو هو الخارج، العدد اللي غادي نضربه في المقسوم عليه هو يعطيني المقسوم او يقربني منه. صحيح. يلا نشوفوا العملية الثانية. العملية الثانية تفضلي قريها لنا حكيمة. 7 مقسومة على 1. يلا تفضلوا نزوا على الألواح وركزوا مزيان.
نجزوها بشكل عمودي كيف ما هي في السبوره. تفضلوا رفعوا الالواح. جيد، ما كملتيش زهره. ملي كنلقاو الخارج كنضربوه في المقسوم عليه وكنديروا عمليه الطرح باش تكملي مراحل كلها ديال العمليه. جيد، مزيان. اذا نشوفوا ملكه قرانا العمليه وتعطينا النتيجه. تفضلي ملكه. 7 مقسومة على 1 تساوي 7. جيد، تساوي 7. ملي كنقولوا 7 مقسومة على 1 بمعنى ما هو العدد اللي غادي نضربوه في 1 ونحصلوا على 7. إذن هو 7. 7 مضروبة في 1 كملي. 7 مضروبة في 1 تساوي 7. جيد. وكنحطها لتحت المقسوم وكندير العملية الطرح. جيد. وكندير 7 ناقص 7 تساوي 0. جيد، 7 ناقص 7 تساوي 0. جيد، وندوزوا العملية الثالثة باش تزيدوا تدربوا على عملية القسمة. يلا حاولوا كلكم تجيبوها صحيحة، انتبهوا وركزوا. إذا نقراوها أولا. تفضلي حليمة قرينا هذه العملية. 5 مقسومة على 5. يلا تفضلوا نجزوها على الألواح. تفضلوا رفعوا الألواح. جيد، صحيح. حليمة ما كملتيش. دائما ملي كنلقاو الخارج كنضربوه في المقسوم عليه وكنكملوا كنديروا عملية الطرح. جيد حبيبة. إذا تفضلي حبيبة قري العملية وخرجيها. 5 مقسومة على 5. تعطينا 1. تعطينا 1. كيفاش توصلتي لها؟ بمعنى 5 شحال فيها من 5؟ فيها 1. فيها 5 وحده. كملي. جيد، 5 وحده تنضربوا 1 في 5 تعطينا 5. جيد، تنحطوها تحت المقسوم تنديروا الرمز ناقص تنديروا سطر تنديروا تساوي 5 ناقص 5 0 تساوي 0. جيد، كنتمنى انكم تكونوا تدربتوا على انجاز عمليه القسمه باش تزيدوا تثبتوها في الاذهان ديالكم وتدربوا اكثر. غادي نكلفكم بواحد الواجب اللي غادي تنجزوه في البيوت ديالكم. اذا الواجب هو هذا، عندكم جوج عمليات ديال القسمه اللي مطلوب منكم انكم تنجزوها. نقراوهم. العمليه الاولى 8 مقسومه على 2، والعمليه الثانيه 9 مقسومه على 9. كنتمنى ان المشاهدات والمشاهدين يقوموا بانجاز هذا الواجب باش يصحوا معنا في بدايه الحلقه المقبله. وبقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم في الحلقه المقبله. وما تنساوش ان هذه الحلقه ممكن تشاهدوها مره اخرى على قناه السادسه وعبر الانترنت بواسطه الرابط الالكتروني اللي كيظهر امامكم على الشاشه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.